اوف شو هاد كل يوم ازمه. الله يجيبك يا طولة الروح، الناس بتزيد والسيارات بتزيد والشوارع ضيقه. كنعان انت معانا؟ معكم، بس كنت بدور بجوجل عن عدد السكان بفلسطين. شو طلع معك؟ اسمع يا ستي، حسب احصائيات عام 2015 عدد الفلسطينيين في العالم 12,370,000 فلسطيني، وعدد السكان اللي عايشين منهم بفلسطين حوالي 4,750,000 فلسطيني. اما عدد سكان الضفة الغربية حوالي 2,900,000 فرد، وعدد سكان قطاع غزة حوالي 1,850,000 فرد. وما تنسي كمان نص عدد سكان فلسطين من الإناث. إذا الأزمة هيك هلأ، فبعد 5 سنين شو رح يصير؟